السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي متابعي صفحتنا صفحة أفتى وأسبرجر، خلينا نتأكد الصوت طبيعي لو لا. الصوت طبيعي لو لا. أخوتي الصوت زين. متابعي صفحتنا صفحة أفتى وأسبرجر، أرحب بكم بهذه الصباحية، ولنتكلم الآن عن موضوع مهم أيضا جدا في طيف التوحد، اللي هو موضوع الصرع في طيف التوحد. موضوع مهم، والحقيقة قد يصل إلى 30% أو 35% من المصابين بطيف التوحد لديهم نوع من أنواع الصرع يشخص سريريا، وقد تصل إلى 75-80% لديهم صرع في التخطيط فقط. يعني إذا جمعنا 35 مع 35 أو 40 ثانية، أحد 35 سيكون فيهم صرع واضح للعيان، وهناك 40% لديهم تخطيط غير طبيعي، فبالتالي سيكون المجموع 3/4 المصابين بطيف التوحد لديهم أما صرع سريري أو موجات صرعية في التخطيط. هذا الموضوع أخوتي طبعا المفروض يكون يتكلمون عليه أخوتي اختصاص العصبية، خاصة عصبية الأطفال أو ما يسمى بالطب بيدياتك نيورولوجي. أنا أتكلم عليه من جانب التداخل بينه وبين طيف التوحد، ومن باب التثقيف أيضا للأهالي على ضرورة الاهتمام واستشارة الأطباء ذوي الاختصاص. طبعا الاختصاص بهذا هم أطباء العصبية. الحقيقة بالنسبة للأطفال الاختصاص الدقيق هو العصبية أو طبيب أعصاب الأطفال بيدياتك نيورولوجي، وفي الأخوة الذين لا يجدون هذا الاختصاص الدقيق في محافظاتهم ممكن استشارة الأطباء الأعصاب اللي هم أطباء أعصاب البالغين. والموضوع لأنه جدا مهم جدا، والدواء فيه معقد، والتشخيص يحتاج خبرة. حتى في دول الغرب هناك تخصص دقيق هو تخصص صرع، اللي هي يسمونه بيليبسي. أخوتي نعتذر عن هذا التليفون المفاجئ. فإذا الصرع هو خارج اختصاص طب التخاطب، أو المفروض يعني طبيب العصبية ينظم الأدوية فيه، ويجب أن يكون يعني أحيانا نحتاج الحقيقة لأكثر من طبيب، خاصة إذا كان الصرع معاند بالعلاج وأشبه باللجنة لأخذ الآراء. التأثيرات الجانبية للأدوية مزعجة جدا، يجب الانتباه لها خاصة الأطفال، واختيار الأدوية والجرع جدا مهم، ويحتاج إلى خبرة قوية وإلى تخصص دقيق. هذا الموضوع اللي يردنا نتكلم عليه. يجب أن نفهمكم بأن هناك تداخل شديد بين الصرع وبين التوحد، وهناك من يقول من الأطباء بأن الصرع وطيف التوحد هم مرض واحد. بمعنى شنو؟ أن المشكلة متشابهة جدا بسبب الترافق اللي موجود بين الصرع وطيف التوحد. فلذلك يعتقدون أن الصرع هو تهيج عقلي موضوعي في منطقة معينة، وأن التوحد هو تهيج دماغي منتشر، يعني في مستوى التهيج على كل الدماغ. طبعا أحيانا الصرع يبدأ بمنطقة ثم ينتشر، أحيانا يكون فقط في منطقة الحركة فيظهر على شكل حركات في الجسد، اللي هو مايكلونيك أو تونيك، مايكلونيك تونيك يعني سيزر. وأيضا ممكن أن يصير على شكل المناطق الحسية، فيصير على شكل شم أو على شكل رؤية، يعني تأتي في على شكل غواشة أو كذا. فإذا ممكن أن يصير في كل مناطق الدماغ، فنستطيع أن نقول أن الصرع هو تهيج موضعي في الدماغ، وأن
التوحد هو تهيج شامل. الحقيقة الصرع، طبعا النوبة الصرعية يسمونها السيزر، هذه نوبة يعني ممكن أن تكون بعدة أشكال، وهو أنواع الصرع. وطبعا اليوم نزلت لكم بعض الصور لأن أريدكم تثقفون بضرورة مراجعة طبيب الأعصاب عندما تشوفون عند أولادكم حركات غير طبيعية، لأن غالبا أهالي التوحد يخطئون في تشخيص تلك الحركات، وخاصة ما يسمى بالفوكال إبليبسي أو بالصرع الموضعي. يعني تصوروها أنه عبارة عن حركات تكرارية، أو يصورونها أنه عبارة عن سمات توحدية. ولذلك أنا نزلت نماذج من تلك الحركات اللي هي شكلها طبعا يحبي أنها صرعية، وبالتالي ضرورة معالجتها وضرورة استشارة الطبيب. أما ما يسمى بالاستيمينج أو بالرفرفة أو بالحركات التكرارية النمطية اللي صاب فيها طيف التوحد، أيضا نزلت نموذج وأنا نعرفه، ممكن يكون على شكل رفرفة يدين، ممكن يكون على شكل حركات بالجسد، ممكن يكون على شكل دوران، ممكن يعني يكون على شكل حركة أصابع أمام العين، ممكن يصير على شكل تغميضة عيون هكذا وسدها، ممكن يكون على شكل مثلا هزة رأس. هذه كلها معروفة، هي يستخدمها الطفل من أجل نوع من التهدئة. هذه تختلف عن الصرع، وهذه تعالج مع طيف التوحد كجزء من التوحد، وأحيانا يعني تستهدف أيضا ببعض الأدوية إذا كانت كثيرة ومزعجة جدا. ولكن في الغالب برنامج سنرايز يعتبرها نقاط إيجابية، لأن الطفل عندما يتحرك حركة، طبعا بالمناسبة يعني الرفرفة والحركة الزائدة وتعني أن هناك تهيجا دماغيا. وكما نعلم فإن التوحد هو أنواع، والتوحد التهيجي يعني وإن كان مزعج، ولكن من جانب آخر يعطينا أمل كبير في الشفاء، لأن الطفل المتهيج يعني في الغالب أن عقله يعني ذكي، يعني هو يتحرك كثيرا لأنه متهيج، ولأنه قسم الحركة يريد أن يتحرك، لكن أيضا يحفظ جيدا، يسمع جيدا. فعند المراكز كلها متهيجة، فعندما تكون المراكز متهيجة فممكن تخفيض هذا التهيج والسيطرة عليه واستخدامه وتحويله باتجاه التحسين والتطوير. بينما الطفل الخامل التوحدي الخامل يعني احنا حقيقة نشوفه أصعب. طبعا الخامل إذا كان شديد، أما الخامل أو قلة الحركة إذا كان الطفل خفيف، فهذا يعني أن التوحد خفيف ابتداء، لأنه لم تكن جرعة التوحد عالية بحيث تهيج الدماغ وتجعله مفرط في الحركة ويحتاج إلى كثرة التكرار. ولكن إذا كان الطفل لديه توحد شديد ويميل للخمول، فغالبا يكون إخراجه أصعب. فأنا أقول للأخوة الذين ابتلوا بالأطفال الذين لديهم توحد شديد مع فرط حركة شديد ومع حركات تكرارية، لا تنزعجوا، لأنه هذا انعكاس من جهة أخرى على وجود عقل متهيج قادر أن يتعلم، قادر أن يحفظ. فيعني نقول بصراحة هذا غالبا يكون الطفل طبعا يعني لا يخلط الكثير من العوق الذهني أو الضرر الدماغي الذي غالبا ما يكون هو السبب في تأخير خروج الطفل من التوحد. لأن نحن عادة مشكلتنا في الطفل اللي عنده طيف توحد إذا اختلط معه عوق ذهني أو ضرر دماغي شديد، مما يعوق الفهم والإدراك الذي هو الذي نعمل عليه من أجل إخراج ابنه. فإذا كان الابن لديه توهج عقلي أدى إلى فرط حركة ولا حركات تكرارية، فإننا نشعر بأن هناك أمل كبير، حتى وإن كان التوحد شديدا سنستطيع أن نعمل دوائيا وتدريبيا من أجل إخراجه. فإذا هذه الصفة الأولى، فلا تنزعجوا كثيرا من السلوكيات التكرارية، واعتبروها أدوات للانغماس معه
في تلك السلوكيات واستخدموا مبدأ سنرايز لأنه يريحكم هواية ويزيد فرص التداخل مع ابنكم من خلال تلك السلوكيات تكرارية. هذا موضوع آخر. إذا الصنع إذا كان صرع وليست حركات تكرارية يجي بصور مختلفة. قلنا الصورة الأولى اللي هي الصرع الكبير يسمونه الجراند مال إبيليبسي، معروف هذا اللي سماته كنا نعرفها، تصير تبدأ بعلامات أولية وبعدين تصير الحركات التكرارية وبعدين تنتشر على الجسم، وغالبا الإنسان ممكن أن يسقط وبعدين يغمى عليه وقد يعني يتبرز أو يفقد السيطرة على البول، ثم بعد ذلك ينغمس بنوم أو استرخاء أو تعب شديد. هذه معروفة والكل يعلمها، وقد يكون الإنسان عنده صرع مثل ما قلنا عليه موضعي، وهذا اللي أعطيناه صورة من الصور الموضعي تكون حركات تكرارية موضوعية لا يفقد خلالها الطفل الوعي، ربما يتشوش فقط، تطول المدة الزمنية أكثر من التكس أو من الحركات التشنجية البسيطة، وأيضا يصاحبها انقطاع عن المحيط، انقطاع عن المحيط يعني نقول يفصل ثم بعدين يرجع، لكن دون أن يفقد الوعي أو يصل إلى المراحل اللي شفناها في المرحلة الأولى. بعد طبعا الحالة الأخرى ما يسمونها الأبسنس أو هكذا نوبة الغيبة الخفيفة اللي يكون الطفل ممكن أنه يصفن بها مجرد صفنات، هذه أيضا تعتبر نوبة صرعية، وإذا تكررت كثيرا تكون سبب الحقيقة لعدم تعلم الطفل وعدم انتباهه. قد يكون الطفل مصاب بطيف توحد أو غير مصاب، ولكن أيضا واحدة من أسباب التأخر في الدراسة إذا كان الطفل غير توحدي. وأيضا هناك ما يسمى بالمايوكلونس، المايوكلونس أو المايوكلونيك سيزر هي عبارة عن حركات فزية، يعني احنا نسميها يفز الطفل، ممكن يتحرك إيده أو نص جسمه أو رأسه، وتكون منتشرة على فترات اليوم تقريبا، وطبعا شدتها بتكرارها، وهذه شائعة وأيضا بها جانب وراثي أحيانا، ولكن أيضا منتشرة مع طيف التوحد، أحيانا تجي على شكل هزة رأس مرئيتي، هزة رأس فقط وتتكرر، وأحيانا أيضا تصيب الرأس والإيدين، وأحيانا تصيب نصف الجسد كله، وأحيانا تصيب اليدين والرجلين يفزن. فهذه هي المايوكلونس، وتبقى الحركات التكس أو يسمونها التشنجات اللا إرادية، هذه طبعا تحصل أيضا في طيف التوحد، وتحصل في فرط الحركة، وتحصل في الأطفال العاديين، وتحصل في الأطفال اللي لديهم ما يسمى بالتوحد عالي الأداء اللي هم شائع عندهم، هذا نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال اللي عندهم متلازمة أسبرجر لديهم تلك التكس. التكس تجي مجموعة من العضلات الصغيرة ممكن أن تتقلص، ممكن الجسم يصير بيه حركة صغيرة في عضلات اليد، أو في حركة صغيرة في عضلات الساق، أو ممكن يصير كتفه رفعة بس، يعني بس الكتف، أو ممكن يسوي هيك اثنينهن، أو ممكن يسوي هيك يعني يهز رأسه يطلع رقبته للأمام، أو ممكن يسوي أو ممكن يصوفر، أو ممكن يعني يغمض ويفتح يغمض عينه، يعني اثنينهن. هذه الشنات لا إرادية أيضا جزء من الاضطراب اللي تكون مصاحبة له، وما تخوف كثير، وهي مزعجة أيضا أحيانا، ولكن تعني بصورة أو بأخرى بأن هناك بعض المشاكل في الجهاز العصبي المركزي، وخاصة في مناطق العقد الأساسية أو البيزل جنجليا، وتعالج الحقيقة هذه التكس أحيانا ببعض الأدوية، علاجها مختلف عن طيف التوحد، علاجها مختلف عن الموجات الصرعية. ما يهمنا أن الصرع إذا كان ظاهر للعيان، يعني سواء كان أبسنس يعني غيبوبة، أو سواء كان مايوكلونيك، أو سواء كان شديد اللي هو جراند مال أو فوكال، يعني بصراحة إذا كان سريريا ظاهر هناك إجماع بين الأطباء على علاجه. والسؤال اللي دائما يطرح، متى يتوقف الطفل أو الشخص عن قطع الدواء؟ يعني إذا استجاب الطفل على الدواء واستقر ونجح الدواء في السيطرة على نوبات الصرع، هذا يحتاج نخلي له المقطع الأخير. أنا أتمنى من أخوتي
أطباء العصبية أنه يكونون أصحاب الرأي في هذا الباب، ولكن أنا من خلال معلوماتي اللي جمعتها صار عندي تصور جيد من خلال أطباء أخصائيين معروفين إنجليز وأوروبيين لديهم رأي في هذا الباب، فأنا أنقل لكم لا بأس من نقاشكم مع أطباءكم اللي تراجعوهم وهم يكونون أهل الفصل في هذه القصة. موضوع اللي أقوله أن الصرع، يعني الحقيقة أحيانا معالجة الصرع هي جزء من معالجة طيف التوحد، لأن الذي يصاب بتكرار يعني صرع طبعا يؤثر جدا على قدرته في التعلم، ولذلك المحافظة على طفل يعني خالي من النوبات الصرعية، فإننا بذلك يعني نساعد الطفل على أن يتعلم، وأيضا ممكن يتعلم النطق، ويكون في الغالب الصرع هو وراء تأخر النطق وكل الإدراك العام، وممكن أن يحصل هناك تخلف شديد في قدرات العقل إذا كان الصرع متكرر، وممكن أيضا الصرع أن يؤثر على الحياة، ويعني ممكن أنه يكون أحد أسباب الوفاة إذا شمل الصرع عضلات التنفس، وإذا دخل الشخص في نوبة صرعية متكررة عند تزيد عن 5 دقائق طبعا بالحالة راح يكون ممكن أن يقطع الأكسجين عن الدماغ، وبالتالي الطفل يذهب باتجاه يعني مثل التدهور أو ما يسمى بفقدان الوعي الطويل، وممكن يصير تلف دماغي. ولذلك عندما ترى ابنك لا سامح الله في نوبة صرعية تطول أكثر، يعني من تبدي تطول بصورة عامة النوبة، أنت يجب أنه توديه للمستشفى بدون تردد، لأن الخطورة عندما تزداد نوبة الصرع بالزمن يعني تكون مهددة للحياة، هذه معروفة لدى الأطباء، فلا تتماهل إذا خاصة إذا شفت النوبة بدأت تطول يعني مثلا، أو شفتها أنه سببت فقدان للوعي الشديد والطويل، فأنت يجب أن تعالجها بكل الأحوال، ولكن انتبه إذا أنت قريب دقيقة عندي صارت مشكلة. يس وهاي مشكلة هذا. إذن نريد نقول أن وجود الصرع الشديد الحقيقة مع طفل التوحد فد علامة منذرة بمستقبل صعب، ولذلك العلاج يجب أن يكون تعاوني بين مجموعة التدريب وبين أطباء التوحد وبين أطباء العصبية الذين يعالجون الصرع من أجل تحسين قدرات الطفل، لأن وجود الصرع مع طيف التوحد عادة يضغط كثيرا على القدرات العقلية في الطفل ويصعب خروج الطفل من طيف التوحد، ولذلك وجود هذا التعقيد دائما مزعج للأهل، ويعني بعد ذلك أيضا يسبب لنا نوع من الجفلة والخوف، والأم تكون خايفة دائما لتجي النوبة، والنوبة دائما تكون يعني مؤرقة الأهل، و يعني تسبب خوف شديد، وربما يذهب البعض من الأهالي إلى زيادة أنواع من الأدوية بحيث يكثرون من الأدوية حتى فقط يشعرون بالأمان، فتدخل هنا يعني الأمور باتجاه قضايا نفسية تخوفية تعقد الموضوع، ونعرف إحنا أدوية الصرع بالغالب يعني أدوية لها تأثيرات جانبية، وربما أيضا تقلل قدرة الدماغ من جهة إذا أخذت بجرعات عالية على أن تكون قدرات تعلم موجودة، فيحدث هناك كثير من اللغش واللغش في هذا الموضوع، في موضوع جدا يعني فيه تداخل وتعقيد وصعوبة، ويحتاج إلى جهد كبير لمحاولة فرزنة المشكلة ووضعها في تصنيفاتها الصحيحة واختيارات الأدوية المناسبة، فحقيقة يعني معقدة ومتعبة يعني، وغالبا الحقيقة الأطباء يعني لا يستخدمون سياسة مثلا اللجان، أنا كنت أحب دائما أنه الأطباء يعني أن يجعلون مجموعة
موجودة في الحكومة، هناك اللجان الاستشارية، لكن في القطاع الخاص يعني إذا اجتمعت أكثر من طبيب على طفل يعني يكون الرأي فعلا فيه نوع من الدقة ويعني والتناقض، وهذا نحتاجه الحقيقة في الطب، أن تكون الرؤية بأكثر من منظار. ويعني ما أدري موجود في بعض الدول، لكن إحنا عندنا غير موجود، يعني أكثر الطبيب يعطي رأي وهنا تحدث المشكلة، لأن الأهالي يعني لا يعرفون أي الآراء هو الأقرب للصواب ويصير الخلاف. وطبعا أنا هنا أدعو أخوتي الأطباء وأدعو نفسي أيضا معهم إلى تقبل الآراء الأخرى والانفتاح فيما بينهم من أجل يعني الوصول إلى القرارات العلمية. طبعا هم أطباء كثير منهم عندهم معلومات جمة، بس المشكلة أنه أحيانا تكون جدا معقدة ويحتاج إلى أكثر من رأي. فهذا موضوع. إذن إحنا اليوم الكلام عن الصرع من حيث السبب وكيفية حدوثه يشبه إلى حد كبير الكلام عن التوحد، من حيث ما يحصل في الدماغ هناك تشابه. ولذلك أحيانا كثيرة معالجة الكهرباء العالية في الموجات الصرعية ممكن أن تنفع طفل التوحد، وممكن أن تحسن قدراته التعلمية، وهذا يعني يحصل ويستخدم بعض الأطباء من أجل تحسين التعلم الطفل المصاب بالتوحد والصرع. وأحيانا أيضا تستخدم الأدوية مضادات الصرع كعلاجات للتوحد، يعني ليس كل الأطباء يستخدموها بسبب وجود كثير من التأثيرات الجانبية وصعوبة أيضا الانسحاب منها عندما نقرر الانسحاب وتحتاج إلى تدريج. هذا الموضوع حبيت أنه أناقشه معاكم، وهو الحقيقة ليس من اختصاصي إنما من اختصاص أطباء العصبية، واللي يريد يعني يتعلم الكثير يجب عليه أن يبحر، هناك الكثير من المحاضرات على اليوتيوب تثقف في هذا الباب. تقريبا الموضوع اللي ردت أتكلمه هذا، كان عندي فكرة أخرى، موضوع اللي نسيناه اللي هو متى أستطيع أن أقطع الدواء عن ابني المصاب بالتوحد والصرع، هذا الموضوع المهم. الكثير من الأطباء ومكتوب في الكتب أن الطفل إذا تمت السيطرة على النوبة الصرعية عنده وبقيت حالة الطفل بدون نوبة صرعية لمدة سنتين، فهناك الكثير من الأطباء ينصحون باستخدام محاولة قطع العلاج. محاولة قطع العلاج والانتظار. أنا اللي سمعته على البالغين الحقيقة، لا ليست لدي خبرة قوية في موضوع خطورة ذلك على الأطفال، لكن بالنسبة للبالغين يعني أنا اللي مكتوب في الكتب يقولون أن الطفل أو الشخص المصاب في الصرع إذا انتظم تحت جرعة معينة من العلاجات وبقي بدون أي شمرة لمدة سنتين، فإن الكثير من الأطباء ينصحون بمحاولة قطع العلاج والانتظار لمدة سنة أو سنتين. يقولون نسبة، طبعا يقول لك إذا كان مو كل طفل، أنت يعني هناك علامات تخليك تبقى لفترات 4-5-6 سنوات، وهناك علامات تستطيع أنه أنت تجرب القطع. شنو هي العلامات؟ مثلا إذا كنت أنت وابنك دائما موجود ويا ابنك، يعني مو ما يصير تخال ابنك يوم خدامة وأنت تقطع عليه الدواء. إذا كان ابنك مثلا يلعب بالشوارع مثلا أو بمكانات ممكن أن يكون وحيد، ممكن أن يسقط في مكان قرب سيارة، يعني هناك خطورة إذا جاءت الموجة على ابنك. طبعا البالغين إذا كانوا يسوقون أيضا ما يصير يقطع العلاج، وخاصة إذا كان يسوق فترة طويلة، يعني مثلا سائق شغلته، سائق تاكسي، سائق تريلا، هذا طبعا ما يقطعون منه. إذن
انتبه على المحيط قبل ما تقرر، ابنك تحت عينك، وانت حصلت على استقرار لفترة طويلة، سنتين 3 سنوات، بس تخلي بالك ممكن 50% ترجع الشمرة. السؤال اللي يطرح نفسه، أكثر هاي 50% تصير بخلال سنتين، يعني ممكن أنه ترجع الشمرة خلال سنتين، بس نص الأطفال ترجع لهم الشمرة. إيش وقت يصير عندك هذا الشيء؟ يصير بالضبط يعني أكثر من 80% بالسنة الأولى. فإذا عبرت السنة الأولى أنت بدون شمرة، تقريبا أنت بالأمان. النقطة الأخرى المهمة أنه أكثر من 60% إذا تريد تصير بال6 أشهر الأولى أو بال4 أشهر الأولى. فإذا أنت قطعت الدواء مالتك وعبرت 6 أشهر، تقريبا أيضا قلت الفرصة. فإذا هو عبارة عن خط يعني منحني، كلما أنه تبتعد أنت من أيام القطع كلما تقل فرصة أنه ترجع. فإذا بقيت سنتين وما رجعت، خلاص أنت نجحت يعني. طبعا هذا لا يعني في كل حال من الأحوال راح تكون أنت إنسان ممكن أن تعرض، طفلك ممكن أن يعرض لنوبة صرعية مثل بقية الأطفال، سخن، انشمار، صعد نقص بالكالسيوم، مدري شنو، عادي ينضرب براسه، هاي ترهم. بس هي كمشكلة نقدر نقول عليها نجحت أنت في الانتقال إلى حالة بدون دواء. لكن إذا رجعت الموجة أو الصرعة، لا بأس من العودة للدواء هنا، وهم راح تأخذ سنتين أخرى. هناك من يسأل يقول لك أنا إذا قطعت الدواء ورجعت الموجة الصرعية، يقولون أنه ممكن تكون علاجها يصير أصعب. هذا هم سؤال مطروح يعني. البحوث اللي أنا سمعتها واللي شفتها أنه يعني من أطباء اختصاص يقولون لا، يعني 95% تعالج مثل الموجة الأولى، 5% شوية تعاند، يعني ما عندك شيء خوف إذا أنت من قطعت حصل عندك رجوع وإن عدتم عدنا. فأنت بصراحة الموضوع يعني حتى تفهم، لأن هذا موضوع جدا شائع ومهم، يعني أنا أعتقد إذا عدنا إحنا الآن فد 15,000 20,000